السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم إن شاء الله طيبت اللوبيا الغداء، غادي نتغدى ومعروضة في العشية. تابعوا معايا الفيديو حتى الآخر. لا جات زوينة، لا ما خاصناش نخليوها. عجبتني أختي القراية، عبات لك الجن. وين كي درتي لها تاع السلتي؟ ما فيها والو. جات يا أختي زوينة. خليها على القرعة، شتي القرعة وديريها في الطنجرة وديري فيها الماء. لا هي شويه ديما، وحتى الطبيب دير القرفه. علاش تنام مولاي رسول الله؟ شي كلمة ما كنت بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. كنتمنوا العروس العروسين الرفاه والبنين، وان شاء الله طولة العمر الدرية الصالحة المصلحة. فاطمة الزهراء شي كلمة. السلام عليكم. كنتمنوا لو البنت عبر غنوح هادشي في لاشين. ديري ديري هذاك قطي داك الشيء مهم. يلا الله يبارك عليهم، زعما بارك الله لهم وبارك عليهم، وما كنتمنى لهم ان شاء الله حياه سعيده والله يكمل عليهم بالخير. يلا بدا بسجد جليل نعم الحي الرزاق وطرز راحوا العالم نصغاها وطول فاهم الهوى للسماع كنسلم على الجميع. بهذه المناسبة كنقولوا مبروك للعروسة، الله يكمل عليها بالخير والعقبة لكاع البنات إن شاء الله. شكرا. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أنساهم أنفسهم أصحاب الجنة هم الفائزون.
امتلاك تلك الأشياء التي أردتها يوما وبشدة، فوراء كل شيء إن لم يتحقق خير أراده الله. كنتمنى يا ربي تكون هاد لا فيديو نالت الاعجاب ديالكم. للاسف ما قدرتش نبقى في العرس حتى الاخر لانني غدا ان شاء الله مسافره لطنجه. شكرا بزاف القلوب الراقيه اللي مشتركه في قناتي، مرحبا بكل الناس جداد. ما تنساوش لايك بارطاج وكومونتير. كانت معكم ناشره السعاده، السلام عليكم ورحمه الله.